اللي يسوي الله اللي يسوي الشاق واجد عمره شوي والواقع يفل ويطول. وشو الشاق واجد عمره شوي والواقع يفل ويطول يطول. نحب ولا نسوي شيء، نحب هو اللي يسوي. الله سؤال سؤال ثاني. ما قلت شيء ادمن. وش القصيدة؟ وش القصيدة ذيك اللي مطلعها ذكرني بها؟ عرفت اللي أمس. أوه أنا أقول لك مالت العنق، العنق والسلسال والشامة والخصب حافظ كل شيء. انزل بعد والسبعات ليه؟ هذه تنقال لا جينا سرتنا وقعدنا نسولف. ايه وش المقصد؟ وش السالفة؟ وش الشام؟ رجع فجرها. ظهري ظهري طلع ظهري. انا اخر قصيدة انا انا بنفس حظي ما هو طيب، لا من الشيخ ولا من لا 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 عطنا قصيدة عن الحظ. عن الحظ؟ تبي لي؟ كيف تبي تستبعد قلب؟ ولا اللي سمعتني اياها امس ما ادري ايش معاناتي انا معاناتي رسخها ادريس. تعالوا اقعدوا شكومكم يا رب في بيتي شكوم في ذمتك شكومك شنطه صلى على النبي اشرب الكرح حق محمد ناصر. معاناتي مع الحظ ها قاعد اي فقره خلاص يا سالني وش اقول فتح الجو فتح اسال لا ترفع صوت لا تعد تعد فيصل دقيقه خلاص قم 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 ما عاد اقول شيء يعني لا لا خلاص والله لا اقول لا لا خلي خلي خلاص مشينا يلا يلا قل ابو يلا قل قل اقول لك ما تعود يا ما فكرتك تصدي يلا وش وش كان سؤالك؟ بالله عشان يجي التصميم من البدايه حلو يلا يلا انت وش القصيدة يا اخي اسكت انت يا اخي معك الورقة انت المقدم انسى على بساطة يا اسكتك وش القصيدة وش القصيدة اللي قريبة من قلبك ها دقيقة دقيقة دقيقة